تحية مسائية على كل المستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح، دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك الدريبي. أهلا بك أستاذ. مرحبا. مرحبا يا سناء. الله يبارك فيك أستاذ. اليوم أستاذ في موضوعنا غادي نتكلموا على نموذج الشخص، يعني اللي تيكون تشبت برأيه وراس وقاصح كيف تنقولوا، فنبغيو نعرفوا شنو تيعني من ناحية ديال الشخصية، من ناحية ديال السلوك. واش هذا يعني اضطراب مرضي ولا طابع موروث عند الشخص ولا بنية خفية ربما كتلعب فيه، وخاصة ملي يعني تيوعى الشخص بأنه متعنت وتيختار يبقى هكذا وتيرفض يعني التغيير وتيأدي حتى المحيطين ديالو أو لكل من كيتعامل معاه. وكاين أستاذ اللي ما واعيش بهذا الأمر، فشنو الفرق ما بيناتهم؟ هو هاد الصفة هذه من أخبث وأصعب وأعقد البنيات في الإنسان، هي مصدر كل مصائب إلى الإنسان ما انتبهش لها، وهي إلى تصلحات وتعالجات مصدر كل خير. ولهذا هي صعيبة، لأنها متعلقة مع البنية نفسنا كيفاش مبني. ملي كتقرأ في سورة لقمان يا بني الإبن بنيان بنيان، والحضارات القديمة كانت كتبني بالصخر وما تستعملش الإسمنت، ما كانش عندها الإسمنت، راه الرومان هما اللي غيخترعوا الإسمنت. أما الفراعنة والحضارات كلها العتيقة ما كانش إسمنت، كان كيبنيو بحجرة فوق حجرة. وكيفاش كانوا كيستفوا هذاك الحجر؟ كانت ديما الحجرة الفوقانية تقل من التحتانية، التحتانية كتكون عريضة وتديروا لها حفرة، الحجرة التحتانية كتكون عريضة وتيحفروا ليها من جهة الدخلانية الصخرة وتيخليوها مربعة ومقادة من جهة المظهر. ملي كيحطوا الصخرة الفوقانية بالتقل ديالها كتدخل في الحفرة ديال الصخرة التحتانية وتترصيها وكتقلها. حتى انه واحد الخبير في الهندسة المعمارية العتيقة مشى لهذيك المعابد ديال ليزانكا في البيرو وفي مناطق ديال امريكا اللاتينيه، وتيشد واحد السنتيم تيبغي يدخلو في الشقه ما بين صخره وصخره اللي عندها ازيد من 6000 سنه هي مبنيه، هذاك السنتيم ما كيدخلش. هذا هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعضكم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، لان العرب عاشوا مع الحضارات العتيقه وعارفين اش كتعني البنيان المرصوص. أولا الصخر الصلب، ثانيا المسقول المنحوت، ثانيا ثالثا محسوب حساب رياضيات. إذا اش كتبين هنا؟ كتبين بأنه صنعة، بأن البنيان المرصوص لا عند الفراعنة ولا عند ليزانكا ولا عند جميع الحضارات صنعة، ماشي أي واحد بنى هذاك البنيان، ما قدروش عليه حضارات أخرين، قدروا عليه غير الفراعنة، وقدروا عليه غير ليزانكا، وقدروا عليه بعض الحضارات في الصين وفي الهند، قلال قلال اللي بنوا هذاك البنيان. إذا ملي كنمشيو للصنعة، وكنلقاو الله سبحانه وتعالى في القرآن تيقول في سورة طه في الآية 39 وفي الآية 41: ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. في الآية 39 في الآخر ديالها ولتصنع الصنعة على عيني، وفي الآية 41 واصطنعتك لنفسي. هاي بعدا إشارة الصنعة. من ناحية ديال التركيبة ديال الطابع وديال الطبع وديال الشخصية، هاد ثلاثة من ناحية ديال علم السلوك في سيونس دو كومبورتمون، الطفل إلا ما كانش الأب والأم دايرين الميزان ما بين الإخوة في مرحلة لافخاتخي، كيكون واحد تدافع واحد المعارضة، كيبغي واحد فيهم ينفي حضور الآخر بحال كيبغي يحيدو. شتي في الشراسة ديالها خصنا نمشيو نقبلو منها الحد الأقصى الشرارة، ما خصناش نخليوها تدوز من حدها اللي وصلت ليه في الشرارة وتدوز للشراسة. الشرارة هو بحال واحد المحرك تيشعل،
محرك سيارتك تيكون طافي، كتدخل السالوت في الديمارور تضرب كونتاكت كتسمع الرن، هذيك الشرارة هذي خصنا نقبلوها من ولادنا. الشراسة هي لاغريسيفيتي، هي هذيك هذيك الخاصية اللي على الإنسان اللي كيبدا كتشوف الخت كتعض ختها كطير عليها بحضها كتحيد ليها اللحم كتغسل فيها سنانها كتخصمي وياها وكتضربها بالصباط كتفلق ليها راسها، كتشوف الخو مع الخوش بدا عليه موس. ها الوالدين ملي يشوفوا هاد المؤشرات في الصغر كتبدا من 3 سنين خصهم يوقفوا، خصهم يتبعوا هذاك ولدك البنت، ما يمكنش نخليك توصل للشراسه. الشراسه كنستعملوها مع العدو ملي كيجي وبغي يبغي يبغي يغتصب البلاد ويقيس حرمات الناس، تما تنشعلوا الشراسه. اما مع الاخوه ومع العائله ومع الحباب الشراره، ما معنى الشراره؟ اللي كنوقف معاه كنخلي الاخ مع الخو ينهض فيه، لا مالك انت كتلصق فيا بعد مني، هذه شراره. بعد مني انت ديما نبغي نسرح فقاش تجي حدايا، شراره. هذه فيها خير، هذه فيها خير لانك يفرض شخصيته. غدا ملي غادي يمشي للحي الجامعي طالب ما يخليش واحد يعوم عليه ياخذ لي حوايجه ولا ياخذ لي الكمبيوتر ديالو ياخذ لي فلوسه ولا شي حاجه، شي شراره. عافاك خو نبقى تجي تدخل تحل عليا البيت، عود استاذن دق عليا، ماشي عاد تجي تدخل، ماشي اخويا وتعوم عليا، شراره. الاخت كتقول لاختها مالك انت كتهزي لي في حوايجي ما كتخبرينيش، انا هذاك الكسوه ما بغيتكش تلبسيها، واخا اختي استاذنيني، شراره. قالك شراسة هي فيها نوع من تصفية حسابات دائمة، كأن كاين واحد 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 الحقد، كأنه فيه استماتة خصني نقتلو، حيت كتعني هي الفراتري، كتعني هي صراع غينفي الآخر غيمحيه، بريسك جينوسيد، هادي الفخاتخي، إين كاغ فخاتخيسيد بالفرنسية، كتعني ماشي جيش بغى يغلب جيش ويقول ليه صافي حط السلاح ونحبس، لا لا ماشي بغى يغلبو، وبغى يمحيه، بقى يضرب فيه يضرب فيه، ولو الان الاخر استسلم الجيش الاخر ما كيحبش، كيبقى يضرب يضرب كيقتل كاع داك الجنود الخصم. فهنا شيء خطير. اذا كاين بعض العائلات ما كيديروش الميزان ما بين الشراره والشراسه. ثم كاين صيغه التاكيد، لا نوسيون دو لافيرماسيون. صيغه التاكيد عندنا الذكاء، عندنا العلم، عندنا الكفاءة، وعندنا التجربة، وعندنا الإنجاز. ملي تيكون الذكاء والعلم والتجربة والكفاءة مع الإنجاز تيولي الإنسان كيتقوى، هو ذكي، هو قاري، ها هو عنده كفاءة ودار إنجازات اللي هي تجربة ونجحوا. فهاد الأشخاص اللي عندهم قدر متواضع أو لا بسيط، وما قارنوش نفوسهم مع ناس عندهم أكثر منهم في الذكاء وأكثر منهم في العلم وأكثر منهم في الكفاءة وأكثر منهم في التجربة، كيسحب راسه دائما هو الأول. فهذاك غير انفلتت عنده لقيت اللي كدوي معاه وتيتشبث برأيه وتيقول لك أنا قاري وأنا عندي تجربة وأنا عندي علم وأنا عندي إنجازات، ها هي واقفة وتيعرض عليك هذيك الإنجازات ديالو، كيتدرب وراء هذا الحائط ما كيتواضعش باش يقبل رأي مختلف. لو غير التافت الأمريكي شنو دار، لو التافت الأنجليزي شنو دار، لو التافت الصيني شنو دار، غيتواضع. إذا هذاك راه غير قلة بعد النظر، ما انفتحش على العالم، ما شافش أجواء أخرى، بقى مقوقع على إنجازاته اللي هي لا بأس بها. النقطة الثالثة هي انهم اللي كتدرك الصيغه ديال الطبع والطابع والشخصيه وتيخدم بهم الانسان، كيخصو شا هو الحد ديال السيونس دي كومبورتمون. هنا فيوقف، هنا في غيدير في الفكر الاسلامي، جميع العلوم في علم النفس في علم السلوك جميعها في الكوتشينغ في البانل كلهم غادي يعطيو في التومبيرامون في الكاركتر في البيرسوناليتي. الفكر الاسلامي غير يضيف ما هو الطابع، صيغه الطابع. اذا ملي كيتعلم الانسان انه وارث من باه واحد الطابع قوي ومن مو قوي، تيقول لك حنا عربيه حنا كذا حنا قبيلتنا كذا حنا هنا ما كلمتنا ما كطيح شو طارت معزه، شتي هذاك هو الطابع. تيهضروا على 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 لو تومبيرامون. شويه ملي كيكون هو في الشراسه ودخل الشراسه خلاوه
خلاوه حيت هو دري وخاص صغيره باخته كبيره كيدلقم فيها نوض تسخري عليا وباتي فرحتي ولا كلشي راجل شي هذاك الساعه خلاه كيثقل الكاركتر ديالو حسب اخته شويه ملي خدا هو الطبع حنا من قبيله فلان وحنا كذا وخلاه باه عام على اخته تجمع التومبيرامون الكاركتر الطابع والطبع تجمعوا وبدا كيثقل الدري واحد الشخصيه كما جوج يشعل معاك انا راني قوي ما كنت انا راه كنطايف انا ما كنخافش انا بقى غادي فيها من بعد تعلم الاخلاق ديال الدين وبدا يصلي وبدا يصوم وبدا يتكايس وبدا يعرف وبدا كيثقل في هذا الشيء غادي يجي الفكر الاسلامي غيقول له واش عندك الطابع ها شنو هو الطابع الطابع هنا كنمشيو لسوره الكهف كنلقاو صيغة ختمنا وطبعنا وربطنا والعياذ بالله من الأقفال معنيتها إلا أنت هي لقيتي راسك متعنت ولا شي واحد كينعتلك بأنك متعنت وانت قاري وعندك تجربة وعندك كفاءة وعندك إنجازات وعشتي هذيك الصيغة ديال ثلاثة ديال الطبع والطابع والشخصية وخلاك باك امك في الشراره تطلع هالشراسه وخلاك ركبتي شخصيتك باشياء فيها ميوعه عرف ملي توعى وتبغي تصلح هاد الاشياء وتلقى صعوبه وتبغي تصلح هاد الاشياء وتلقى صعوبه وتسعى كيف بغيتي وتمشي عند لي كونسلتون وتمشي عند لي زيكسبير وتلقى صعوبه جينا عندنا الفكر الاسلامي غنقولوا لك انتبه ياك ما كاينه خاتمنا او طبعنا او ربطنا او العياذ بالله قلوب ها ام على قلوب اقفلوها شنو صيغه الختم اش كتعطي تيقولوا الصحابه والمفسرين خاصة مجاهد في سورة الكهف وربطنا على قلوبهم يعني هاد الربط واحد التحصين بأن هذاك القلب ما غيبقاش يصيب هذاك الشخص واحد الزلة وغادي يبقى ديما قلبه وسمعه مفتوحين أما والعياذ بالله إلى مشى حتى كان الطبع أو تقول الصحابة الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد من ذلك تقول لك إلا مشى حتى طبع الله على قلبك أو ران قلبك ران يعني بحال تصدى أو تقفل قلبك ما بقيتيش كتسمع ولا كتحس إذن هاد الشخص اللي متعنت لاحظتوا البنية النفسية والسلوكية اللي عطيت في الأول هذيك يقدر الإنسان يوعى بها ويمشي يحاول يصلح ولكن عندها حدها الأقصى إلا كان السيدي ربي جعل قلب الشخص ران أو لا طبع على قلبه أو لا على قلوب أقفلها شتي ديك الساعة واخا يمشي لعند الطالب والطبيب اللي كيعرف ما كيعنيش بأنه محكوم علو حتميا عندنا واحد الحديث هائل لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفل لما قرأها واحد الشاب من أهل اليمن قال بل عليها أقفلها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها فيقول الراوي فما زال الشاب في نفس عمر عمر سمع تفسير تعدك الشاب من أهل اليمن حتى ولي فاستعان به ملي ولا سيدنا عمر خليفة عيط لذاك الشاب قال له هذاك الرأي الزوين اللي عطيتي لقيت اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقيت عقل عليه أجي عاوني أجي خدم معايا عطاه مسؤولية يعني في حد الأقصى كاين رانا كاين طبع أم على قلوب أقفلها في الحد الأقصى كلها بقى رحمة الله كتصرف فيها إلى الإنسان سعى عليها مرحبا مستمعينا غادي توقفوا مع فاصل ونرجع مباشرة نستقبل مكالمتكم الهاتفية دائما على 0522 46 72 51 52 من خلال البرنامج بكل وضوح.
تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية ودائما على 05 22 46 72 50 51 52. غادي ناخذ أول مكالمة معنا. أنس من الدار البيضاء. ألو. ألو. ألو السلام عليكم أنس. السلام عليكم. مرحبا سيدي. مرحبا سي أنس. تفضل. ربيك لك سي دريبي. مرحبا بك. لاباس. الحمد لله ربي يخليك. تفضل. الله يخليك سي دريبي، شرف لينا نهضر معك. بارك الله فيك. مرحبا بك. ربي يخليك. مرحبا بك. الله يخليك سي دريبي، معك أنس من كازا. أييه. 24 سنة. تبارك الله. ياك. أييه. عندي نيفو باك. الخدمة ديالي دابا خدام، كنخدم ليفريزون كوميرسيال كازا. كتخدم شنو؟ ليفريزون كوميرسيال. ليفريزون كوميرسيال أييه. فوالا. وعندي واحد العلاقة عندنا جوج. تبارك الله. تقريبا دابا شي 3 شهور بحال هكاك. الله يكمل بخير. ياك. بنت المجوج بها تقريبا هي عندها باك بلس 4. كاين واحد الفرق ديال العمر تقريبا 8 سنين بحال هكاك، هي كبر مني. اها. ما ديش عليها راه شويه. ما يمشي عليك عمو، يمشي عليك. ربي يخليك سي دريبي. دابا المشكل اللي عندي هو انا كنهضرش مع والدي تقريبا شي شهور بحال هكاك، باش نقنع باش نمشيو نخطبوا البنت وداكشي من الباب ان شاء الله ويكون كلشي مزيان. ياك؟ وما بقيتش نحاول معاهم نحاول معاهم، ما بغاوش يمشي معايا، وفي الاخر خشيت راسي. درت داكشي اللي قال لي راسي ياك سي دريبي. اييه و نعم قلت لك اييه تكمل تبارك الله عليك كمل. ياك. ومشيت داكشي اللي درته، وفاش بقات الوقت وقلت لوالدي وما عرفتش نتقبلوها صراحه، ما عجبوش الحال وهادشي كنت متوقع اصلا يبقى. دابا بغيت الطريقه اللي نحاول معاهم باش نراضي الوالدين ديالي نبقى العلاقه. قول لي سي انس، قول لي سي انس سي دريبي، شنو عجبك في هاد السيدة؟ نعم؟ شنو حبيتي في هاد السيدة؟ حبيت في هاد السيدة كل شيء. حنا تقريبا في علاقتنا شي، حنا كنعرفو بعضنا شي عامين بحال هكا تقريبا، ثلاث سنين. ياك سي دريبي، وشاركنا الحوام والرا والتفكير والداخل جمالية الروح كذلك هي. بحالاش جمالية الروح؟ اشرح لي. انه كتشوف حنا متفاهمين على اي حاجه، ما كيكونش مشكل، كنراضيو بعضياتنا، عندنا خواطر. ما شنقول لك سي دريبي، وكنبغيو بعضياتنا، وكنشوفوا الحياه نفس الرؤيه عندنا في الحياه باش نعيشوها ان شاء الله. بحالاش نفس الرؤيه؟ بحالاش؟ بحال دابا زعما نديرو علاقه ونكونوا اسره، وزعما نشتو الدين ديالنا بجوج ان شاء الله الى كتاب ان شاء الله. الو دابا هنا سي انس، عندك مبادئ وعندك. نعم؟ عندك مبادئ، هذيك هذا التعبير كيبين ان عندك مبادئ ياك. وان عندك واحد الاختيارات بغيتي تجسدها في حياتك اليوميه. حياتك الزوجيه وفي حياتك مع اسرتك. يس. شتي هذا الشيء ما خصكش تحاول تقنع به الناس. الناس ما قليل اللي غيثيق بان راها قيم. يقلب على ان تيقول لك القضيه فيها شي حاجه. اواه مالو مشى تزوج هذه، كاينه شي حاجه بالك. اذا ملي غتجي تحاول تقنع امك وباك بان هذه السيده صالحه، بان عندكم مشروع، بان عندكم قيم، عندكم واحد الاشياء اللي نتوما مفاهمين عليها. القدر الاخر، علاش القران الكريم تيقولنا ذلك ما بلغهم من العلم. كل واحد عنده سقف، هذاك هو حده في الفهم، هذاك هو حده في الاستيعاب. إلا وصلتي واحد للسقف ديالو وقيتي كتشرح له فوق السقف ديالو كتعذبه. لهذا أنت اختاريتي واحد الاختيار ما هوش سهل. هذا الاختيار اللي اختاريتي أنه والديك ما زكاوهش ومشيتي فوق إرادتهم، درتي الزواج ديالك وقمتي به. ما تنتظرش رد فعل آخر الا انهم يقاطعوك ولا ما يحبوكش ولا يتخاصموا معاك ولا يغضبوا عليك. ما تنتظرش حاجه اخرى. علاش ما تنتظرش حاجه اخرى؟ لان هذه هي الادميه. الانسان بطبعه كتهدي له هديه كيحبك، كتخاصم عليه كيحقد عليك تيغضب، هذا هو بنادم.
قليل اللي انت كتخاصم عليه هو تيبقى ضحك لك في وجهك وفرحان وحرقتك يغوبش فيك وتتقلب عليك. فهنا ما تنوضش طالبهم بحاجه اخرى، ما تقولش لهم لا وصبروا معايا ولا خصكم تحبوني حيت انا ولدكم. راه عنده انت عندك حق انك ما بقيتيش كتنتظر الاذن وتجاوزتي هذاك حقك، وراه حق امك وباك يغضبوا. اذا هنا صبرك على حقهم الادمي، انا ما غنقول لهمش وليوا ملائكه، ما غنقول لهمش وليوا انبياء، ما غنقول لهمش وليوا صالحين. بنادم راه فيه النميمه، راه فيه الطمع، راه فيه الحساب، راه فيه الخوف، راه فيه العجب. هذا هو بنادم. الا قبلتي بنادم غتقبل عليه بصلاحه وبعيبه. اذا هذا الادميه فيها الغيره، الادميه فيها الدغينه، الادميه فيها الحسد، الادميه فيها الغضب، الادميه فيها نقاطعك، الادميه فيها حب التملك. هذه الادميه ديال البشر. اذا هنا خصني اولا نعترف ونتقبل رد الفعل الطبيعي. انا تحديتهم ومشيت درت بلا اذنهم، واش غادي ننتظر؟ غادي يقاطعوني وغادي يغضبوا وغادي يخاصموني وما غيحبونيش، ما غيحبوش مرت. هنا علاش انا كندور هاد البارابول ديال هاد الجهه؟ علاش باغي ندير؟ لاحظوا معايا الحباب، الله سبحانه وتعالى كيعطينا شي معلومات قليل اللي كيتامل فيها. لاحظوا معايا ملي تيقول الله سبحانه وتعالى أن يقضي فيه في التابوت فاقضي فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وضرب عفاك الحباب، تسمعوا معايا مزيان. الله كيتكلم في القرآن على العدو ديالو. اش كتعني هذه؟ اش كتعني؟ واش دابا حنايا عمرك شي واحد كيتكلم على العدو ديالو؟ ما عمرنا كنتكلموا على العدو، كنسخطوا على العدو، كنخيبوا صورة العدو. الله تيتكلم يأخذه عدو لي وعدو له. علاش الله ذكر عدو له وعدو لنبيه؟ علاش؟ باش يبين انها ما كتساوي حتى حاجة. ما كتزعزعوا حتى في حاجه، ما كدير له حتى حاجه. شوف كيربي فينا الهمه العاليه، تيقول لنا حتى مع العدو ديالكم كونوا في قواعد. هو كيذكر ياخذه عدو لي. واش يمكن شي واحد يعادي الله؟ عباد الله، واش يمكن شي واحد في المخلوقات اللي خلقها الله تعادي الخالق ديالها؟ ما يمكنش. وهو أدل ليها المخلوقات اللي خلقها أن عندها حرية تعاديه، فقال لها عندك الحرية تأمني بيا، وعندك الحرية تشركي بيا، وعندك الحرية تكوني عدو لي. ردوا البال أحباب، فمن اللي خلاك في الحرية تختار تأمن به أو لا تشرك به أو لا تعاديه؟ أنت ما تقدرش تعاديه، الله ما يمكنش تعاديه، ولاني خلى لك واحد المجال ديال واحد الممارسه ديال واحد الشيء تنوصفوه حنا بالعداوه. اعطانا حق في العداوه، هذا اللي خلقني وخلقكم. الغريب في الامر انه ملي كيمرض هذاك الشخص اللي هو عدو لله كيداويه الله، كيصيفط له الدواء، ما كيقطعش عليه الهواء كيخليه يتنفس، ما كيقطعش عليه الماء كيخليه يشرب. وهو الاخر مشى سجل نفسه في مجال ممارسه العداوه المنسوبه الى مقام الله، هي ما غتقيش الله سبحانه وتعالى، ما يمكنش. ولكن خلاله الحريه، قال له بغيتي مجال ممارسه الايمان ها هي، بغيتي مجال ممارسه الشرك ها هو، وعندك الحريه تمارس مجال العداوه. من حقك طهلي الله. شوفوا 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 القيمه الربانيه ديال مقام العباد. اذا ملي الله اعطى العدو ديالو حق ممارسه العداوه في حقه هو سبحانه وتعالى وفي حق نبيه، هو مصرح لنا، فيلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي. هو الله سبحانه وتعالى استقبل العداوه، قال العداوه، قال الانسان العداوه ديالك اللي كتمارسها ضدي اللي بغيتي ديرها وكذا وكذا، انا مستقبلها. علاش مستقبلها؟ لان اولا ما كتمسوش بشي حاجه، ما يمكنش تمسو.
الحريه واكبر ديمقراطيه على وجه الارض هي خلاه يمارسها. خلاه يمارسها. اذا ملي الله خلى مخلوق اللي خلقه يمارس في حقه العداوه، راه ما بقيناش في الشرك، راه ما بقيناش في 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 في, في شي حاجه اخرى، في مس الحرمات ولا مس الحدود، العداوه هذه. خلاه يمارسها وكتبها ليه، قال ليه ما جالك يا سيدي سير. كيف دار مع ابليس؟ ابليس جا قال ليه انديرني الى يبعثون، يعني ما نموتش نبقى دائم حتى يوم القيامه. قال ليه سير هاك، قال ليه نمشي نجري نجيهم عن يمينهم وعن شمالهم. قال ليه سير، قال ليه جري عليهم بخيلك وبرجلك وبكذا، وعطاه الايد مزار. علاش؟ علاش؟ لان هذاك الشيء كله ورحمتي وسعت كل شيء، ساكتبها الذين اتقوا. رحمه الله شنو؟ وسعت كل شيء. هاي غتقفل، ساكتبها للذين اتقوا. اذا هنا هنيئا لك يا سيدي انس في معهد واكاديميه صنعه الرجال، مرحبا بك في التسجيل، تقيدتي دخلتي معنا للصف. ما هي علامة قبولك في معهد صنعة الرجال؟ الأول الابتلاء، وهو تعريف العلماء أمر يصعب عليك رده بقدرتك، ما تقدرش عليه ولو تجتمع معك الدنيا والدين، ذلك الابتلاء لا يرد، كيبقى الابتلاء نزل لك. العلامة الأولى. علامة الثانية بأنك تقبلتي الأكاديمية ديال صنعة الرجال، أنك تجد في قلبك راحة قبول الابتلاء، ما كتكونش من طاعة الكاره. لكن طاعة الكاره شنو هي؟ طاعة الكاره هو شخص رافض الابتلاء وعراضه، لأنه جبان ما عندوش الشجاعة باش يقول ما حاملش، وتقول لك الحمد لله صابرين، ولكن الداخل قلبو تيغلي بالسم، انت ما صابرش لانك عراض خراض. هو شي واحد قلدة صحيح شاد قرفتك وخاشيها لك في الرمل، وانت كتقول لي هذا زعما راه ما بغيتش نضرب معك، ما بقاش تهز راسك، راه كتافو مطرد قال لك الضلوع، وكدير راسك زعما انت راك راضخ، هذاك عايت قوي تقلب. فذلك الكاره. العلامه الثالثه بانك تقبلتي في الاكاديميه هي الصبر على مكاره الابتلاء. العلامة الرابعة الرضا بطول الأمد في الابتلاء. العلامة الخامسة التواضع في تقبل العلم والنصيحة، خاصة من اللي كيلقنها لك ضعيف أو فقير أو صاحب الحال، بحال سيدنا خضر من اللي لقنها لسيدنا موسى. سيدنا خضر صاحب الحال، شتي شحال من واحد عنده الدكتورة، وشحال من واحدة عندها الماستر، وشحال من واحدة باحثة، وكتجي خدامة عندها في الدار كتعطيها نصيحة، والأخرى كتقول في صدرها شكون صحاب راسها هادي خدامة عندي وكتوريني، ولكن في الوجه حيت خايت باغي الخدامة توقع عندها في الدار اللي غتحصل في ولادها، كتقول لها الله يبارك فيك خالتي حادة، ولكن الداخل كتقول لها في صدرها في نفسها سير الله يعطيك ويعطيك شكون صحاب راسك، انا عندي الدكتورة وعندي كذا وخدامة في ولادي وخدامة تقولي لي الله، ولكن حيت خايفة تخوي بها باش تعرفي راسك راكي مقيدة، وراك مقيد في الأكاديمية ديال صنعة الرجال والنساء الحرار، هي التواضع في تقبل العلم والنصيحة، خاصة عندما يلقنها لك رجل أو امرأة ذات ضعف أو فقر أو صاحب حال. فهنيئا لك أولي أنس، شتي ملي أنت دخلتي الأكاديمية فمرحبا بك، أشحال باش تخرج؟ يا الله العام العامين على الاقل 10 سنين، الا لا دار كترك رحمه صدي ربي، وهو راه فعال لما يريد، بغى يهز عليك غدا يهز، ما كاينش اللي كيقرر. ولكن ملي هو عطاه لينا كانديكاسيون كتلقاوها، قال سيدنا شعيب سيدنا موسى بغيت نزوجك بنتي ترعى عندي الغنم وتخدم تاكل تشرب ونزوجك البنت، ما كاين لا فلوس لا والو، ما خلصوش الماكله، عطاه طعام كرشو وعطاه في نبات وزوجه. ها شحال خدا منه؟ 8، ومعناه له بغى واحد عامين اخرى. الاخر فهم المعنى قال لي يا سيدي انا معك 10،
هذيك الاكاديميه ديال الرجال. مرحبا. غادي نتوقفوا مع فاصل المستمعين وفاصل غنائي ونرجعوا نوصلوا برنامج بكل وضوح. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. قبل ما نوصل استاذ يعني باقي المكالمات بالنسبه لانس كيف ما قلت يعني دخل اكاديميه ديال صناعه الرجال ولكن الابتلاء انه يعني يكون عنده خلاف مع والديه غتجي صعيبه، فكيفاش ممكن تصرف ولا شنو الامور اللي ممكن يبدا بها؟ هنا خصو يعرف اولا انه ما دارش شي حاجه ما هياش، دار واحد الاختيار. واحد صديقي وكيل عام جا عنده باه في واحد القضيه وقال له عاوني. صديقي الوكيل العام لقى باه هو اللي غلط في القضيه فما عاونوش. الاب تقلق قال لي هذا الشيء هو الرجال قريتك وكونتك وهذا خويتي بيا. قال لي هبا واش باقي عقل؟ النهار اللي تعينت قاضي وحضرتي في التعيين ديالي قال لي قلت لي بواحد الوصيه. قال لي قلت لي يا ولدي في الحق ما تعرف حتى واحد ولا يكون باك. قال لي واش باقي با عقل على الوصيه؟ قلت لي في الحق ما تعقل على حتى واحد ولا يكون باك. قال لي هبا انا طبقت الوصيه. قال لي الله يرضي عليك يا ولدي. شتي لولا دفع الله الناس غنوليو في معاملات بعضنا البعض ما نبقوش نتحاسبوا. واحد يصيب لنا طعام مزعلك ونضحكوا، واحد ما يقريش لنا ولادنا ونضحكوا، واحد ما يصليش بينا مقاد وما يعرف لا موتون ولا تحل ونضحكوا، ورجل عدالة يظلم ويشد الرشوة ونضحكوا، ورجل سياسة غمشى خيط فرانسيسكو سمالتو جابو من طاليان ومشى صيب طنوبيل وقاد وجهه وحسن وطول حيته ووحدة دارت وواحد دار وما كان عندهم لا قدرة ولا معرفة ونضحكو. فين غنوليو؟ غنقارضو. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمرنا هذا ليس بالهزل إنه الفصل. ما معنى إن أمرنا هذا؟ هذا الدين هذا وهذا الفكر الإسلامي وهذا المعاملة داخل المرجعية المسلمين. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كتحمي الناس من لسانك ومن يدك. لك تكون عندك السلطة وعندك الجاه وعندك الحكومة وعندك كذا وعندك الإدارة وعندك كذا، كتحمي الناس، كترفع المظالم. حتى وليت انا كنلقى اليوم في المقاوله العموميه كيداروا حسابات سياسيه وكيمشيو ضحايا ولاد المغاربه. علاش؟ حيت زمطي في السياسه تهبطها للمقاوله. وهذاك السيد وهذاك السيده في العشيه اللي هز مع خمسه نفوس وسته وسبعه وثمانيه 3000 درهم ودخل ليه معلق يبغي مسكين يشري عشقه ما كاينش اللي يتعامل معاه في الابناك لان ما عندوش صفه قانونيه. بحال شي ولد السفاح ما عنده لا حاله مدنيه لا والو، كاين هو كاين كجسم ما كاينش كقانون. اش يدير؟ اذا هنا لولا دفع الله الناس. السؤال علاش الله كيدفع الناس؟ علاش؟ شنو الحكمه؟ الحكمة أنه كاين واحد القانون سميتو الإكراه، لا كونترانت. الله وضع قانون سميتو الإكراه إلا في الدين، ما كاينش الإكراه. من غير الدين كاين الإكراه في كل شيء. تبغي غا تاكل تتعرق، أما كاينش واحد تياكل ما كيعرقش. ملي كيخدم العضلات فمو عالم ضيق، ها الإكراه، ها بغيتي تاكل الشوا وعض، بغيتي تاكل الكرعين خصك تهضم الكرعين، يهبطوا لك المسار وتبقى الفجل، جيبوا الفجل، جيبوا الخيار، الاكراه. تمشي تقري غير حاجتك في المرحاض، والله ما تخرج هكاك، سير سول اللي فيه الباسر ولا فيه شي عجب. يوم شاز غبو الله وكل الحرور وتسمعي الغوات في الحمام، هي الحاج كان عاجبك الطاجين محرر في الصباح تدقدق فيه مع 12، ودابا غيط. اكراه. كل شيء فيه اكراه. العاقل ولد العاقله اللي بواه
من الحكامه وجداه اللي مكيسع الفهامه، اش كيعرف بان البلاصه اللي ما فيهاش الاكراه راه فيها المصيده، راه جايبك غيضربك مع الحيط، والبلاصه اللي فيها الاكراه شنو خصك؟ سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا. الجدال اللي قام مؤخرا على الاشخاص اللي وقعوا في النازله ديال كذا وكذا، انا شخصيا ما كيهمونيش الاشخاص وكنحترم الاشخاص، انا النازله كتهمني من حيث المصدر الفكري اللي معنعنا من وراه. وشنو هو المصدر الفكري اللي معنعنا من وراه؟ هو ان واحد الفئه في المغاربه كينسبوا نفوسهم للمغاربه وما كيسمعوش وما كيطيعوش المذهب اللي عليه المغاربه. كيفاش بغيتي تكون انت من زمرة المؤمنين اللي تيقول لك ميثاقك الاول سمعنا واطعنا، هذا هو ميثاقك لك مؤمن، وملي تتقراها وكتصلي وكتصوم وكتعبد وكتخشع اذا انت كتجسد سمعنا واطعنا. وملي المغاربة توحدوا كلهم، هادشي كتعني امارة المؤمنين؟ اش كتعني؟ كتعني ان الشريف فوق عود داير جلابة وشاد واحد المضل وهذا شنو؟ هذا هو اللي كيعنيه امارة المؤمنين؟ لا، هذاك رمز، هذاك رمز كنشوفوه باش عينينا تسقى بحفيد رسول الله، عينينا تسقى باش نعرفوا مقام البيعة باقي مستمر منذ بايع الصحابة النبي تحت الشجرة، وهذيك المظلة كترمز للمغاربة، ها الشجرة رمزها باقي. ولكن حقيقة إمارة المؤمنين هي المذهب اللي هو ضامنه، اللي هو موثق عليه، اللي هو ماضي كيمضي عليه الإمضاء، كنا تنطيعوه وتنمشيو نتعقدو، كنطيعو وسير نتعقد، تطيع بعدا كتطيع كتقول أنا سيدي إيه طايع أنا تنطوع، وتنمشي ننتقد في البرلمان ونمشي ندير في الإعلام ونمشي، ولكن باس باساج لاكت، ما كنديرش الفعل، كنديرش الفعل، كنقول أنا ما متفقش مع المذهب المالكي، أنا ما بقيتش باغيه، أنا بغيت ندخل مذهب آخر، ولكن أنا عليه، أنا عليه، لأن احنا أمة سمعنا وأطعنا. فاش أطعنا؟ في إكراه، الصيام إكراه، الصلاة إكراه، كتجيبك. تخيل انت غادي في الشارع كتلقى درية ولا امرأة تتحمق بالزين وباغاك بلا فلوس بلا والو عراجي، وتتيولي تستدرك تترعد وكتقول واو هاد الزين كله غنزقلو، واو 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 واو، كتقول لك ونسدرك والو تخاف والو نسدرك واو واو، وشوية تدير مع العلاقة بوحدك. شنو مرمقك الإكراه؟ احنا ما كنزنوش، احنا ما كنزنوش، احنا ما كنطيحو سراونا، قدرت ندير جوج عيالات مشي عند الشريفية الاولى، لا لا نعم اسيدي كذا وكذا، ولا تقبلي وغتقول لك الشريفية لا ما قابلهاش، وانت حيت مخيوي في جبل ما غتقدرش تقولها ليها. اذا ملي انت في الاول عارف بان العربية الحرة الامازيغية ما غتقبلش عليك مرة ثانية، علاش تزوجتيها؟ خد ديك ساعة صبليونية، حيت غتيسر لك الصبليونيه، تصاحبي ولا شربي الشراب ولا كولي الحلوف ولا شطحي عريانه، غادي تسامح لك. العربيه الامازيغيه الحره ما غتسمح لكش، وغتشنق عليك وغتطلع معاك للجبل وشعل فيك العافيه. اذا انت اختاريتي المحصنه بالالف واللام بصيغه التعريف، وجيتي بغيتي تلعب حابه حيت ما قادريش تطوعي، جيت بغيت تقيسي في المذهب، اذا انت ماشي راجل. الرجوله هي نطوع نغير، ينحني الراس. نهار دخلت الاعلام دق اللي كليت، عمري هدرت، عمري درت شي تصايح في شي يوتيوب، عمري نزلت شي مقال، حنيت الراس. والاكراهات مقت مرق مقت مرق مقت مرق، حني الراس. شكون حنا اللي ما نحوش الراس؟ كلشي كيحني الراس، ولكن ملي كيوقف معاك العزيز الحكيم، توقف معاك سيدي ربي، تيقول لك تواضعتي وحنيتي الراس. سيدنا موسى بعد ما ابتلاه بسيدنا الخضر وراجع للقوم ديالو، داز في واحد المنطقه وبان له واحد السارح عنده شي غنم، مشى لعندو قال لي راني بغيت شويه الحليب، قال لي واش انت نبي الله موسى؟ قال لي اياه، قال لي اختار
احسن كيفاش عندي نذبحو دابا شويه. الله ودي واش انا نبي والله واقف كيطلبني؟ قال لي والله اني اقل شان من كلبك هذا. رسل الله سيدنا جبريل يقول الحديث وقال قل لي لكليمي موسى لو قلت كلاما غير ذلك لابتليتك 40 سنة. الله تربيته التواضع. سيدنا رسول الله تلاحى على راسه الشريف الزبل كيصلي لحوله حشكم الزبل وسول العلماء. مشى الطائف يبلغ الدعوة طلقوا عليه الدراري صاروا الكلاب وبقوا علو بالحجر وبقوا علو بالحجر حتى دموا له رجلو وسيقانو سالوا بالدم. ونزل عنده إسرافيل وميكائيل وعزرائيل وعلى راسهم جبريل بربعه نزلوا قالوا يا محمد راه امرنا الله قول لينا غائد لينا نطربقوا هاد الجبن هزون دقوها فوق ريوسهم. هز يده الكريمه واش قال؟ اللهم خرج من اصلابهم ناس يؤمنون بك تحبهم يحبونك. قال سيدنا نوح ما صبرش وقال له اتي بالطوفان. ما صبر سيدنا نوح. لذا النون إذ ذهب مغاضبا. وحنا أمة الصبر. أنا هنا في مختلف مع أحبابي المغاربة اللي عندهم مذاهب أخرى، أنا هنا في مختلف معاهم. وأنا هنا مع عمري ما غنسكت، وأنا ألد الخصام هنا. وأنا صافي خرجت هنا صافي عريت العمامة، كدير العمامة حيت وقرعت. ما غنسكتوش. بلاتي هي أحسن بالطبع. حنا ماشي 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 وحوش اللي غدا غنبداو نتشالقوا مع بعضياتنا وغنبداو نسيلوا الدم. حنا ابدا، حنا الخصام الفكري اشد الخصام. تقاس المذهب المالكي، تقاس اماره المؤمنين، ماشي كتعني تقاس شخص المالك. هذا الشيء راه فوق شخص المالك، هذه راه روح ديال امه اللي ضامنها هو. اذا اش كيعني لك انت؟ كيعني لك شخصه ولا كيعني لك الصيف اللي معمر؟ الصيف اللي معمر عباد الله راه صيفة النبي، راه وارثها بالدم. وموصي سيدنا رسول الله قالوا الصحابة باش نجازيوك؟ قال المودة في ذي القربة. ما قال لهم بغيت لا فلوس لا والو، المودة. شنو هي المودة؟ هي حب. المودة الود هو الحب. بالإشارة اش قال؟ قال لهم اللي يجيوكم حفيدي ويجيوكم ولادي يحبهم يقراهم. احبهم على المغرب باش محفوظ، راه بحب اهل البيت. المغاربه حبهم في الرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم في ولاد وحفايد النبي وولاد وبنات لاله فاطمه الزهراء، حبهم كيغلي لهم في الدم، كيغلي لهم في الدم. لهذا الله دار لولا دفعوا الله الناس. انت ما متفقش مع المذهب المالكي حقك، حريتك. انا قلت لكم عباد الله الله عطاك الاذن في العداوه، ليه خلاك في مجال العداوة؟ قال كن عدو لله. حقك تكون علماني، حقك تكون اشتراكي، حقك تكون سلافي، حقك تكون اللي بغيتي. ولكن الطاعة ماشي باساج لاكت. الطاعة ما معنى الطاعة؟ ماشي الإشهار بالطاعة. والطاعة تخيل أنا كنتكلم مع مسؤول من واحد الحزب تيقول لي راه شرعا راه مقبول الزواج عرفي يا سي دريبي. قلت له الله يحبك انا حبس بيني وبينك الحوار. قلت له شكون اللي قال لك بان الخلع ماشي مقبول على المراه المغربيه الزوجه المغربيه قبل ما تكون مدونه اللي سنها الشريف الله ينصره؟ كانت كتقدر تطلق من راجلها؟ لا. في السبعينات كتقدر تطلق الراجل؟ لا. في الستينات كتقدر تطلق الراجل؟ كان كيتزوج ويجيب المراه الثانيه والثالثه والرابعه وما تحضرش وما اذا زوج الخلع وسنته المدونه ولا عطاته قوه القانون؟ راه كان هو زواج الخلع وطلاق الخلع راه كان. المدونه عطاته قوه القانون، راه كذلك زواج العرفي راه كان. المغاربه ضعفوه من ناحيه القانونيه. هذا عرفنا، هذا عرفنا، حنا اتفقنا وحنا وجدودنا وجدود جدودنا وجدود جدودنا. واحد الناس اليوم بغاو يغيروا هذه الاشياء، من حقك تبغي تغيرها، مي با باساج لاكت. حيت ملي كدير باساج لاكت كتعني، كتعني ان غدا كتقول لواحد اللي باغي يكون نوديست يعوم هو ومرته عريان في لابلاج كتقول له من حقك.
اذا غدا غادي يجيو قدامنا في واحد لابلاج 20 واحد و100 واحد وغيحيدوا حوايجهم وغادي يبركوا معنا في عين دياب عريانين من حقهم. فساج الاكت اش غادي يولي؟ ثقافه الهمج. اذا ملي انت ناصح امين وكتخاف على الامه عليك بالطاعه هي الاول، الميثاق هو الاول، سمعنا واطعنا. وسير دخل بالقوة الدستورية اللي عطيك الدستور، ودخل بالقوة البرلمانية، وجيب الفرق معك، وجيب الأصوات معك، وغتلقانا حنا في طريق. وغتلقانا حنا في طريق. أنت غتجمع وحنا غنجمعو. أنت غتحشد وحنا غنحشدو. أنت غترشح وحنا غنرشحو. أنت غتساندو وحنا غنساندو. وفي اللعبة ديال الديمقراطية ود الحرية ود الاحترام بات باساج لاكت، ما كاينش فعل، ولكن أرى براح، أرى دراعك. مرحبا. لقانا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، وغادي نتوقفوا للحظات مع فاصل، غادي نتوقفوا مع عناوين اخبار نهايه اليوم رفقه جواد الطاهري. نواصلوا باقي المكالمات معنا سي المريني من دار بيضاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيدير دكتور؟ مرحبا سي المريني. استقنا لك في هذا الكونجي. مرحبا بك العزيز. مرحبا بك. الحمد لله. عرفتيني؟ عرفتك. ورا باقي ما توصلت والو. واه خويا راه شويه الاكتضاد عندهم. اتصلت لقيت ما نقولكش الناس غارقين في المصالح الاجتماعيه القوات المسلحه، راه ما نقولكش الملفات وهذا، غير الصبر الله يرحمه. باقي كل المستجدات راه عندي الهاتف ديالك وعندي المعلومات، تكون شي حاجه جديده غنتصلوا بك. مرحبا بك. تحياتنا لك السي المريني. مرحبا بك. وناخذوا عبد الله من مكناس. الو. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا استاذ. مرحبا. الله اكبر. الله يكبر بك. ظهر الحق وزهر الباطل. لا حول ولا قوه الا بالله. ان الباطل كان زهق. لا هذا ماشي مجامله. لا هذا حق خاص يتقال في واحد الانسان. راجل مثقف. ولا يخطي علينا ولا يخطي على الجميع المغاربه. راجل مثقف وتستاهل كل خير. الله يكبر بك سيدي. كاع اللي قال فيك شي كلمه راه هذاك الشيء قليل حق. الله يكبر بك سيدي عبد الله. حبك الله. دابا انا فوقاش دابا تقريبا هذه ظروف لظروف ما. الله شحال هذه ما كنتش على الراديو الصراحه. ولكن تعلمت منك بزاف. الله يكبر بك. حوايج انما وبدا سلمي على الاخت اللي حداك. لا هي سلمي عليها. شكرا على البرنامج. لا شكرا على البرنامج. وراه فيه الافاده وفيه الاستفاده وفيه كل شيء. بارك الله فيك سيدي عبد الله. احبك. هذا هو اللي كان لظروف ما لظروف صحيه، وهذا هو اللي كان باش ما بقاش كنتسنى. الله 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 يسلمك. وهذا راه دابر التعبئه على انني قلت ان شاء الله قلت تعبئه وغادي نهضر مع الاستاذ. الى كتاب الى كتاب. ربي جابها ربي جابها ربي جابها. ولكن انت استاذ في المستوى. الله يكبر بك سيدي عبد الله. الله يكبر. المستوى. انا شوف وسمح لي الاسم ديالي ماشي عبد الله. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل ولاني انا في ظروف صحيه. ياك والو باس. شنو عندك في الصحيحه؟ ايوا الصحه جا واحد جا من عند الله. بحالاش؟ وكنتمناو من الله الشفاء. حنا كنتشافوا دابا الحمد لله. كتبع عند شي اختصاصيين مزيان؟ لا لا هذا مرض ديني كنقول لك يعني مقيوط في الجلد ديالي في البر. الله الله. ودابا انا كندير تندير تندير شافي ب مزيان بالاعشاب وانا غادي الحمد لله. حنا غادي الله يجيب التيسير خويا. الله يجيب التيسير. اما فيما يخص الله اما فيما يخص المواضيع ديالك هي مواضيع عديده ومتعدده. مثلا مسألة الانسان اللي بغى يهضر على راسه بحال انايا. انايا كنت خدام الحمد لله كنخدم وهذاك كنعطي المريض الدار كنصرف على راسي وهذي. ولكن هادشي اللي ترتب اللي وقع لي انا ترتب على ضغوطات. وهذا المرض ملي كيجي كيجي من الاعصاب. الكريات الحمراء كتقاس. الكريات الحمراء اللي كتقاس يا اما يجيك مرض السكري ولا في عوضه يجي هذا. لا اله الا الله. هذا هو اللي كاين. علاش قلت لك؟ الموضوع من جهه من الوالدين. الاب مثلا قلت له مثلا هو الوالد ديالي خاصني غني غني نتزوج. شنو قال لي؟ قال لي لا. اعوذ بالله اش طرات. والاكثر من هذا الرد ديالي شنو كان؟ مثلا دابا هذا اللي غادي نقول لك غادي تكون غريبه. الدكتورة غتبغي نتزوج واحد الانسانة كنعرفها وتعرفت عليها وارتحت لها وارتحت لي ارتحت ليا. غادي فوق غادي في 2007. اللهم
المهم ما عليناش. شنو قال لي؟ واش غدير بالزواج؟ هنا هو هذا هو المشكل، لان دابا كاين بعض الاباء يا ربي تسمحني ماشي اباء، واخا هو راه عزيز عليا، راه اب ديالي تا هو راه كلني وشربني وراه ما كان هذا فاش كنت يلاه هبات راه درت معاه وكان كدا خاصني ندبر له الفلوس وما خدام ما ردام خاصني نوقف جنبه رغم هذاك اب ديالي عزيز عليا كيما كان الحال تيبقى الاب والام عزازين. غير تنقول هذه المساله ديال الاباء ما خاصهمش يكونوا يا ربي تسمحني على هذا الوصف ما خاصهمش يكونوا بحال الاسود. خاص يكون بحال الاسد، الاسد هو اللي كيسال تيقول لابو ونوضي تعزلنا على ما ناكلو ولا نوضي تعزلنا. وين ديال راك عفريت واخا ما سهلش اصاحبي. ما خصوش يركب فيك الرعب. قول لي الاب ما خصوش يركب فيك الرعب. لا خاص تكون الحنان وتكون لباقه في الكلام وفي الحوار. قول لي اصاحبي شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ دابا عمري 32 عام. راه كتبان عندك عقل دي واحد عنده 60. وين شكرا الله يسهل عليك. والله الا عندك واحد 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 العبار كتعبر به ما شاء الله تقول هذا عنده 50 من 60 عام. ايوا الظروف وكتعلمنا منك واحد الشويه وتعلمنا شويه من المجتمع وبحال دابا بقيت نقول لك مثلا كما كيقول كما كدير واحد المثال ودابا عاد جبتو عام راسي. إذا بغينا نماركيو شي هدف ما خاصناش نماركيو بعنف خاصنا نماركيو بلا باقة. حيت الألمان والبرازيل ملي كيبغيو يماركيو شي هدف تيماركيو بخطة ماشي كيضرب بحال المدفع غادي وتيقتل. كيبان لك عباد الله تيتلاحوا على اليمين على اليسار كورة غاداك طير اللي تلقى لها تشتت. واسمح لي واش انا اللي بغيت فيني ولا شي حاجه نقدر نخلي النمره ديالي في الستوندار. مرحبا بك سيدي عبد الله. انا اللي نوه بها سيدي عبد الله هو روحك المرحه ولو انه الظرفيه عندك راه كتبان ما سهلاش. فهنيئا لك هذه هي علامه المؤمنين. المؤمن حيت شنو هي علامه الصبر؟ هو الرضا. شنو هي علامه الرضا؟ هو الفرح. كتبقى محافظ على سيره الفرح ولو انت مقرح العظم. كيقول فهنا شنو نصيحتي لسي عبد الله؟ فرق ما بين الرضا والارضاء في علاقتنا مع 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 الوالدين ديالنا. فرق انني ننال ونسعى في الرضا وانني نسعى في الارضاء. شنو الفرق ما بيناتهم؟ الارضاء راه ما عمرك توصل له، لان شنو كتجاوب؟ كتجاوب واحد ثقبة بركانية في النفس كتلتهم القناطير المقنطرة بالعود ما عمرك تشبعها. تخيل دابا واش نقدروا حنا دابا نمشيو نطفيو بركان بالماء كي غنديروا له؟ كي غنديروا شحال نكبوا فيه من طيارة، شحال نجيبوا له من سيتيرنا، شحال راه هذيك هي الفواهة ديال النفس. فما عمرك تقدر على إرضاء الشخص دائما ما تقدرش ديما الا مشات تحلات الفواهه ديال الشهوه وديال الشراهه وديال الرغبه ومشات تحلات راه ديما هل اش كتقول جهنم هل من مزيد هل من مزيد. اذا هنا خصني نكون في الرضا ونبعد على الارضاء. انا ما ولدنيش با ما ولدتنيش امي باش نجي نجعلها تغلغل في الدنيا ونكفيها الشر النقصان والحرمان، ما نقدرش. اما الرضا هو نبقى انا في توازن عقلي نفسي فكري واجتماعي، خصني نكون في توازن ما نكونش طايح، ونقاسم ونشارك امي ولا با الواجبات. عندهم حق علينا احنا ولادهم في الواجبات، حقهم هذاك بالقانون ياخذوه، شري الدواء، الماكلة، الطعام، اللباس، صلة الرحم. شنو هي صيغة الوقار؟ صيغة الوقار كتحجبك انت الابن على الفواهة البركانية ديال باك، كتحجبك كتحميك. اذا با واحد واحد البنت زارتني كتمشي تزور باها، متوفية امها، هو عنده كدا 60 عام، وملي كتمشي تزورو هي مزوجة كيبدا يقول لها ورا خصني مرا تقابلني، ورا خصني مرا تكون بيا، ورا انا باغي نتزوج، وراني بوحدي.
هاد البنت ارتبكات مع هاد الهضرة باها، ارتبكت ما كتعرفاش تقول، واش تقول ليها لا ولا ايه ولا، كتبقى تصمت وكتقرح في الحما. فزازت لعندي المكتب قالت لي يا سي دربي ما عرفتش كيفاش نكون مع، قلت ليها قول ليها با وقرني انا مزوقك هاد الموضوع با، انا ما نعرف له، انا بنتك انت با، انا كنعاونك برزيق، انت با حر شؤونك، سير با خطب، سير با تزوج ولا ما تزوجش، انا با وقرني. انا هاد الموضوع ما عمري دويت معك انا في الزواج ملي كنت صغيره، ما تدوش معايا با في الزواج وانت كبير وانا كبيره، لا با ما نعرفش. شتي مشات لعند باها قالت لي هاد الكلام، قالت لي هبا انا ما نعرفش وقرني، كتعاود لي قالت لي ما عمر هذاك الموضوع عاود جبد. اذا لاحظتي ملي ما قالش هي وقرني شنو فهم هو؟ بان ذلك اذن له، لان علامه الصمت، الصمت علامه الرضا، فهم بان حيث ساكته اذا راه ماذن له يكمل في الخطاب. قالت له لا با وقرني، انا غا بنتك، انا ماشي خوك، انا ماشي ولد عمك، انا بنتك. لو ملي كانت صغيره تجي عند باها وتقول ليه با دابا راه دخلت لسن المراهقه وراه عندي 17 عام ودابا راه جاني دم من الحيض ودابا راني وليت مراه ودابا راه خصني حاجه النكاح، كنتي غتمرمقها معاه وما تلقاش معاه، اضعف الايمان غادي يغوت ولا غيوصل معاها لواحد الصرفيقه ولو ديال مسخوطه ويجري عليها ويعيط لخوتها دقوها هادي راه حماقت. إذن علاش نتايا ملي كنت انا صغيره ما كنتي 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 كنت انا موقرك في هذا الموضوع، وعلاش دابا ملي كبرت كتدخلني فيه؟ لاحظت الوقار كيحمي. لهذا العلاقات ما بين الوالدين حداش العلاقه الانصهاريه، حدا 3 سنين عامين في 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 الممارسه ما بين الراضي عمه والعام الثالث كنخرجوه منها. تخيل حنا كنلقاو ناس عايشين العلاقه الانصهاريه وما عندهم 25 عام، عندهم 30 عام، ما من العلاقه الانصهاريه؟ انك ما كتستاذنيش في واحد الموضوع وما عنديش قدره على ذاك الموضوع وكتشارك معايا هذاك الموضوع، لا اذن ما استاذنتينيش وانت عارف ما عنديش قدره عليه. اذا اش كتعني هادي؟ في حده الادنى علاقه انصهاريه، في حده الاقصى طغيان وميوعه. اذا باش ما نطيحش انا ناثر با، نقدر ناثر انا في با، نربي فيه ما نقدرش، ما نقدرش نربيه وما ناثروش، نساعده. باش نساعده هندام الوقار. الهندام هو واحد اللباس، لباس الوقار كتلبسو كتوصلو على يدو كدوي معاه كتقول دعي معايا الحاج انا غادي، واخا ماشي حاج قول لي الحاج، الحاج انا غادي واحد البركه الفلوس، ما تطلبش الراي، ما تستشروش في امور التجاره والبيع والشراء، انت قاد على داك الشيء شغلك هذاك، ما تقولش له والحاج واش نشري الغنم ولا الدجاج، لمن هو بيع وشراي وانت بيع وشراي وتربيتو معاه بيع وشرا، الا كبر مع باك بيع وشراي وكبرتو بحال دكالة مع باك في بيع وشرا 20 عام 30 عام طبيعي تشاور مع باك. وانت يا باك من نهار اللي كبرتي ما عمرو عارف واش كتقرا ولا اش كتخدم واش كدير، شويه تا كتولي داخل باغي الرضا كتشاور معاه في كل شيء ما يعرفش يشاور. اذا دخلتي الميوعه تشات انت وياه في 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 واحد البلاصه مشروكه، اذا ما تدخلش انت وياه في واحد البلاصه مشروكه. بلاصتو بلاصه شنو هي؟ الوقار. بادي معايا با قرا شويه القران وصيفط ليا، با عافاك ما تفيقش في المجال كون معايا، با ديرني في بالك ملي تكون كذا، با شتي نخليه في بلاصه الوقار. شتي ملي غتحط باك في بلاصه الوقار ما عمرو، حيت شنو هو الزيخ وشنو هو النزغ؟ ما عمرو يزيخ، لان كيعرف كيقول لك الدري موقرني، كيعاوني فلوس، مؤدب معايا، اش وصلني نبشو يشعل معايا، اش وصلني؟ فاحنا باش ما نوصلوش نعقوا والدينا ولا يكونوا خصومه بيننا وبينهم، الوقار. الوقار تيقتضي الادب وتيقتضي البعد في القرب. نكون بارك مع با، تخيل كيمشي واحد يبارك مع باه مع صحابه في القهوه وتيوضى بصحاب باه قدام الدري تيعاودوا نكات ديالهم اللي فيها تلميح ولا اشاره ولا كذا، والاب كيشوف ولده تيتصنت والدري كيشوف باه تيتصنت مشاركين، مشى الوقار. با مع صحابو ندوز نسلم عليه يقول لي بركه ولي واخا با، ونبرك عاد البركه ديال الخفه ونزيد في حالي باش ما ندخلش في واحد المسافه نخسر الوقار. لا حنا دابا نبغيو نديروهم صحابنا،
نبغيو نديرو في الخان ولاو ميعين ولاو نسخطوا على بعضياتنا. دابا بحال دابا هو هو دابا كيتحرك يعني ما خدامش وقال لك مضطر انني مثلا خصني نعطي طرف ديال الفلوس وهذا. فكذلك بحال دابا مثلا في الزواج ملي شرع عليه انه لاش غادي يتزوج ها هو تراجع للوراء. دابا عقلتي في واحد الحلقه لاله كنا تكلمنا على العقليه. العقليه المغاربه ماشي العقليه المصريين ماشي العقليه ديال 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 واحد العدد من الشعوب. وكل شعب عنده عقليته ياك. ملي تيعبرش واحد على رايه الراي ديال العلماء هو الوحيد اللي متجرد من الشخص ديالو. مثلا الشخص ديال العالم مقلق ولا ساخط على الوضعيه وطلبوا راي وما غيعطيكش راي ساخط لانه هما في صيغه النيابيه كينوبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ورثة الأنبياء هما الوحيدين العلماء اللي رأيهم مجرد من حال شخصيتهم. أما جميع العباد اللي من غير العلماء رأيهم منتوج عقليتهم. إذا أنا من اللي با عارفوا عقليته كديرة من هكاك شحال فاش خيفاجئني أنا النهار اللي سمعت رأيه غنصدم. نعطيك مثال، كاين بعض الاباء اللي كيبغي ولده يتزوج مرة عندها المال تكون لاباس عليها باش يتصرف في المال ديالها. فغيمشي ولده غيقول لي انا غنجيب واحد طالبه عندها الماستر باه غيتسطى لان عقليته هو كانوا كيتزوجوا غير المرأة اللي لاباس عليها. اذا ملي تعرف عقليه باك هكاك داير وكتقول لي با باغي نتزوج شكون باغي تخطب ولدي بنت فلان ها ويلي با معلم ما معلمه البنت هذا شرطه. اذا ما غنقولش انا با ما فهمش معايا، غنقول با كيعبر من داخل العقليه اللي كتاثر عليه. اذا انايا هذا كيسميه في القضاء الراي للاستئناس. مثلا واحد القضيه فيها شهود، واحد السيد جاب شاهد بيع وشري معاه في الحومه، وواحد السيد جاب شاهد نسيبه واحد اخته، اش غتقول القضيه للقاضي؟ اش كيجيك هذا الشاهد؟ نسيب ساعات القضية كتقول الكتابة بالضبط للاستئناس، يعني هذاك الشهادة ديالو ما غيتخادش بها في الملف، غنتونسو ربما تعطينا شي إضاحة في القضية، أما ما غادي ناخذو ما غنضبطوش بها الملف. فكذلك هذا الرأي اللي ناتج على واحد العقلية اللي أنا ما قابلهاش. سؤال، حنا غنرجعوا لأولادنا في والله الناس، علاش ولادنا قراونا؟ علاش حنا سافرنا؟ علاش حنا تعرفنا على شعوب؟ علاش حنا خدينا تجارب باش نكون كيف قال سيدنا علي خلقوا لزمان غير زمانهم، هذوما الابناء، ولا نمشي مطابق الاصل هذاك الكوبي كونفورم با عقليه كذا وكذا وكذا انا قريت ومشيت ودرت ولكن بقى عقليه كذا وكذا وكذا. مصيبه هذه. كاين التوابيت، شنو هو التوابيت؟ كنرفع بالنسب ديالنا، كنرفع بالاسم ديالنا، كنرفع بالصفه ديالو، هذه التوابيت. ولكن في الخاصيات انا مادام درت الاستقلاليه غادي نطلب الباء التزكيه. با ولدك ان شاء الله راه ناوي وحضر باش تحضر البركه، هذه التزكيه. ما قلتلو شنو رايك، ما قلتلو كذا، ما قلتلو كذا، عارفني انا كباط كنغيز شغلي، واش انا بعت وشريت وسافرت ودرت وفعلت شحال من عام وانا دار الاستقلاليه نوصلو للزواج نولي كنرضع صبعي. دابا راني نقيت كذا واختاريت وهذا وهذا، الحاج مشي الله يخليك لله، الحاج عارف الوقار كاين، عارف ولدو راجل كابابل مرضي شغلو كيمشي مع ولدو كيتعرف على الناس. وسيدي راه ولدي اللي دارها انايا مزكي، وان شاء الله اللي تفاهمتوا مع ولدي انا مزكي، وسبحان ربك رب العزه السلام، وكيقرا الفاتحه ويرجع فحالو. هذه كتربحها بصيغه الوقار. اما الا مشيتي تقصتي فيها ما تفاجئش ان العقليه تغلب عليك في العلاقه وتولي ميوعه. غادي ناخذ مكالمه اخرى معنا فاطمه من مراكش. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله فاطمه. مرحبا. السلام ورحمه الله لله. انا بروفيسور الخير دابا مرحبا فاطمه لاباس الحمد لله كيفاش حضرتك لاباس لاله الله يكبر بك عافاك الله يستر عليك عطيني شويه وقت الله يجازيك بخير خذ وقتك لاله تفضل عافاك انا دكتور كنعاني واحد المشكله كيجيني وساوس عندي وسواس والنفس ديالي تتبقى طاح عليا شي اسئله ما تلقاش فيها الجواب بحالاش
بحال كيجيني ديك وساوس في الدين، بحال الشك في الدين، الشك في الله سبحان الله. شحال في عمرك يا فاطمه؟ 25 عام. مزوجه ولا مازال؟ مزوجه عندي وليد. من امتى بداو هاد الوساوس؟ هادي شي 4 شهور هكاك دكتور الله. ما تنصلي دكتور وما مرتاحاش في العبادة، ما مرتاحاش القرآن تنسمعو في شك، حياتي ولات ما بقيت مرتاحة كاع في داري في كل شيء، ولا بحال عايشة شي دوامة ما بقيتش نجاوب. قول لي يا لالة فاطمة، هاد الزواج كنتي باغياه مستعدة ليه ولا غير دخلتي فيه؟ الزواج دكتور صراحة ما كنتش راضية. باينة 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 دابا نفسك تتألم. كتألم وكيطرح عندي تساؤلات ما عرفتش. لا لا ماشي، شوف ماشي تساؤلات، ملي كتشوف في الحلم واحد السيدة داخلة تحت واحد القواس، قوس واحد تيشوف الملم داخل تحت قوس، كتعني أنه غيتزوج. واحد داخل البيت، الفارابي ألف واحد الكتاب سميتو ما ترمز له النفس، ما ترمز له النفس، عندها رموز ديالها والرموز عندهم معاني، ما عندوش علاقة مع كتاب سيرين في تفسير الأحلام، لا لا لا، ابن سيرين في تفسير الأحلام بوحده وكتاب الفارابي ما ترمز له النفس بوحده. النفس ما عندهاش تعبير بحال التعبير العقلي، التعبير العقلي عنده منهجية خاضعة للصرف والإعراب والنحو، دو التعبير العقلي الجملة كيخصها واحد ضوابط وكتحط والعقل كيتعامل بها. النفس لا، النفس كترمز لك، كتعطي رموز، الرموز ديالها هي دائما عندهم جوج ديال الأقطاب، قطب فيه المتعه وقطب فيه الرعب، هي كتمشي دائما جوج الاقطاب، يا اما كترمز في قطب المتعه وكتلقى واحد المراه مزوجه ولكن دائما كتفكر في النكاح، دائما كتفكر في الرجال، هذا الشيء كتضرب قطب المتعه، وكتلقى واحد المراه مزوجه ودائما كتفكر غيموت لها راجلها وغتبقى بوحدها وغادي يبقى ولادها مشتين وغيمشي لهم فلوس، لاحظتوا دائما المتعه او الرعب، كتضرب قطب لا جويسونس واحد البول ديال لابور هو اللي كيعطي الفوبيا، الاخر هو اللي كيعطي لي زاديكسيون، داك البول دو جويسونس قال لي فيه لافالورجي كي ديفلوبي لي زاديكسيون، اللي فيه الرعب كي ديفلوبي لي فوبي ولا نيفروز، والله يستر حتى لي باساج لاك لي بسيكوز الكبار. اذا دابا هنا حنا اللي كيهمنا ماشي المحتوى ديال الرمز، كناخذوه كوم فيكتور، كنشدوه بحال الفلاش كنقولوا الى ما ترمز، الفرابي يقول لك شوف الى ما ترمز، يعني خذوا بحال الفلاش وماشي تبقى كتشوف في الفلاش. ملي كنمشيو حنا دابا في شارع زرقطوني وغادي في اتجاه المسجد الحسن الثاني، واش كنوقفوا هذيك البلاكه اللي في شارع زرقطوني كنبقى نشوف فيها؟ كنشوفوا الاتجاه، هو هذاك العرض، هذاك السامبتوم، هذاك سي ان فيكتور، داك الاتجاه الى ما ترمز، فما خصناش نبقاو نشوفوا فيه، هو كنشوفوا لين كيوجه لين كيمد صبعه كيقول لك لها. اذا دابا هي شنو كتشوف؟ كتشوف في هاد لوبسيسيون كل ما عنده علاقه بمقام الربوبية والألوهية، فعندها ارتباك وعندها اضطراب وعندها شك وعندها هيجان العلاقة الفكرية مع مقام الربوبية والألوهية. والعديد من العباد في علاقتهم مع الله كينسجوا نفس العلاقة اللي عندهم مع مبه، فكيمثل النفس والتمثل لا ريبريزونطاسيون اللي كيمثل نفسه في العلاقة الربوبية والألوهية مع سيدي ربي كيوضعها في نفس الخانة اللي عنده مع مباه. فأمك وباك ملي كنتي صغير كتجيك الحمى، أمك تتحيد منك الحمى، إذا العلاقة عندي مع سيدي ربي ملي غتجيني الحمى خصو يحيد مني الحمى. العلاقة مع أمي وباك ملي كتبيعني كلب وغيعضني كنعيطو أمي، كتخرج أمي كتجري بعصا كتشحط الكلب كتحميني من الكلب، إذا كذلك خصني ملي نكبر وما نلقاش خدمة ونحصل كذا وكذا كنعيطو الله غدا تفك. هذا علاش قلت لكم ما قدر الله حق قدره، كاين واحد القدر ما كيطالبناش الله به، شار لينا ليه،
علاش بديت لكم الموسم الجديد بالحلقة اللي قلت لكم سيدنا إبراهيم شنو قال؟ قال أريني كيف تحيي الموتى. ما قالش له أريني أحياء الموتى. علاش؟ لأن سيدنا إبراهيم هو الأول اللي غادي يسالي السقف ديال العلاقة مع سيدي ربي، السقف الآدمي. ساله هذا اللي فينيش طلع معاه تجاوزه وياه 100%. حيت شنو هي العلاقة الآدمية مع الله؟ بغيت ناكل كيعطيك تاكل، بغيت الصحة كيعطيك الصحة، بغيت الصيد كيعطيك الصيد، بغيت النساء كيعطيك النساء، بغيت المال كيعطيك المال، بغيت الأبناء كيعطيك الأبناء، بغيت نعس مزيان كيعطيك نعس مزيان، بغيت الجمال كيعطيك الجمال، بغيت الفهم كيعطيك الفهم، بغيت الذكاء كيعطيك الذكاء، بغيت العلم، بغيت انت في السقف الادمي انت غتوصل 100%. بغيت نحيي الموتى، واش ممكن نطلبها لك هي هاك خوذه؟ لان شوف الحكمه الربانيه في الصوره، ماشي الله اللي حيا الموتى ديال الطيور، ماشي هو، اعطاه هو سيدنا ابراهيم تصرف فيها لانه هو ما طلبهاش. سيدنا ابراهيم ما طلبهاش، قال لي بغيت غير نشوف، اريني كيف، اريني بغيت نشوف، قال لي هكا ها هو غادي يسالي السقف الادمي وغادي نطلعوا. اذا من عطاها ليه؟ اذا كاينه حاجه اخرى، اذا كاينه في علاقتنا معاه من غير انك تطلبوا الماكله وتطلبوا الشراب وتطلبوا النساء والنكاح والمال والذكاء والعلم والجاه وحياء الموت، عطاها لك حتى هي. لان احنا في الجنه راه خالدين، ما نموتوش الجنه خالدين. اذا ملي احنا في الجنه خالدين وعندك حور العين بالعدد اللي ما تخيل ما والو، وعندك الشراب وعندك العسل وعندك، واش كاين شي حاجه اخرى؟ كاين هو الله الذي لا اله الا هو، الها والواو، هو والها عند شوف بحال وريده، والواو ها صيلة فيكتور، ها شتاو كاين عاد كيقول لك راه راه. اذا شنو هو المقصود؟ كله هو. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. اذا مقام التقدير وقف عليه هاد البنيه هادي. واش يا سيدي ربي علاقتي معاك بحال علاقتي مع امي وبا؟ ربما الله تيقبل كل شيء، ربما. واش سيدي ربي كاين شي علاقة أخرى من غير هذيك اللي متمثلة في مخي بحال اللي عندي مع أمي وبا؟ أييه. أولي العزم منعوتة في القرآن بأولي العزم. إذا غتمشي عند أولي العزم وغتلقى واحد الأنبياء ماهماش بزاف، واحد شوية اللي غيعرفوك بأولي العزم من الرسل. وملي غتمشي تفهم أولي العزم من الرسل غتقول له ما بغيتش أنا نكون أنا منهم، انا بغيت تعطيني الفلوس وتعطيني الراجل الزوين وتعطيني وتعطيني، انا ما بغيتش. بغي يقول لك واش انت انت ما قدرت الله حق قدري، غادي يجي يقول لك ما قدرتيش الله حق قدره. لان شنو المقصود؟ المقصود هو نرضاو على مقام الربوبيه والعبوديه والالوهيه من اللي يعطينا. وذكر الناس ايه في حقه الذي يعبد الله على حرف. ولا المقصود هو ولداتني امي بزواجها ببا وسرحوني خريف صغير وداروا اللي داروا وداروا مساكن علاش قدروا وصلوني لتدونيت كيقول حبابنا الشلوح. وملي وصلوني لتدونيت ما قالوش لي سير، قلت لهم صافي غير سيروا. قالت لي امي يا وليدي الا باقي صغير امي غسيري. الله يا وليدي جدي سيدنا اسماعيل امي خلاته امه هاجر في الصحراء وكتمشي في الصفا والمروه كتجري، وجا سيدنا جبريل ضرب الجنحين طلع زمزم بين رجله. سيري امي، سيري امي راه خلا هاجر ومن هاجر في الصحراء مع سيدنا اسماعيل، وجاوا لقى عندها الخدم والحشم. قالت له يا ابراهيم واش هذا الري ريك ولا ري رب العالمين؟ قال لها اعوذ بالله يكون ريي
هو اللي فتح عليه الري، قالت لي سير، اللي هو سير، وبقات مرا ودري رضيع في الصحراء. دابا تخيلي لا تقدري دابا تي مع رضيع تمشي للثلث الخالي في السعوديه تبركي تما في الصحراء تقدري، وطول الله واخا تحط حداك العسكر الامريكان كله ما تقدريش، تباتي اللي ترعدي عامل عامل عقرب تخرج لك. سيده في الصحاري بركب بوحدها مع رضيع، شنو هو هذا؟ بقى التوكل ولا شنو هو هذا؟ اذا دابا هنا بنتي اللي معيطة ليا وكتقول ليا فيا الوسواس وكذا، لا ربما مسكينة مريضة مرض نفساني وجايبه من الصغر وخصها تشخيص، وهذا ما شغليش، ما بغيش نديرو شغلي، ما كنفهمش فيه، راه عارفين المغرب ما كنفهمش فيه، كنلعب به بينالتيات، مش عارف كنفهمش فيه، كنلعب فيه بينالتيات وانا عيني مغمضين في الظلام ونضربو في 90. ولكن السيدة العجوز اللي تصرع فيها الصرع وتتعرى، وجات عند النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله أصرع وكنتعرى، قال لها دعوا الله باش تشافي، قالت له لا دعوا الله باش ما نتعراش. علاش؟ شدات في مقام المصاب، لأن العرب فعند النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقول المريض، كيقول المصاب. علاش شدات في مقام المصاب؟ لأن الله بجنب المصاب. اذا دابا هنا ثقافه جديده باش نتعاملوا مع المرض. مالك يا فلانه؟ واه فيا القلب، واه عندي القلب. ما كنقولوش مريض بواحد المرض مضاعف ليا قلبي، عندي القلب. مالك الحاج؟ عندي المعده، عندي السرطان، عندي ما من عندي، يعني صبح ضمن الاشياء اللي امتلك. اما لا قلتي مصاب بي صبحتي مبتلى. شنو هي الهمه العاليه؟ الهمه العاليه هي كتبقى محافظ على الذكاء ديالك ومحافظ على صواب البصيره ديالك. متجيعان، متجيعان اللي كنشوف انا في الشارع المغربي وخاصه في بعض المدن بحال الدار البيضاء ولا الرباط ولا بعض المدن، راجل كتافو الشعر والعافية هاز دري رضيع كيقرح فينا به، كيوريه لك، كيوريك رضيع في الشمس هاد خبيض كيوريه لك، كيقرح في القلب، كيشعل في كلافي يعذبك، ها انت شتيها كيوريه لك. وحنا قلوبنا كيف قلنا قبيله غنبداو نتساهلوا، معلم يقريش وحنا نضحكوا، برلمان ما يديش خدمته ما يحضرش البرلمان ونضحكوا، ونزيدوا ونزيدوا نضحكوا حتى تعوم علينا الفوضى. ما خصناش نتسانسوا مع هذاك السيد ولا هذيك السيده اللي هزه ولا تعذب فينا، لان الفقراء ما عمرهم ما كانوا هامش. راه كاين ثقافه الفقراء وثقافه الهامش. الفقير ما يرضاش تعرفوه محتاج. احنا كنا صغار نخرجوا من ديورنا مغدين بالبيصاره وخبز كرم، وتم غادي وتدوز على صاحبك، تدوز معاه المدرسه وتدق عليه، ومو تحل الباب وكتشوف الطبسيل الكفته وتدري صغير وعينك تيمشي لذاك الطبسيل الكفته وكتبدا ترعد، وكتمشي مو كتهز واحد الخبز ودير لك كفته ما قدروش ناخذها. لا الحاجه لا خالتي معش مغدي خالتي، لا خالتي لا لا عفوا لا خالتي لا عفاك لا، والله تصدق امي الخبار خديت الطرف ديال الخبز فيه كفته الا تطحني ما ترضاش، وربوا فينا عزه النفس. والجيران اللي كانوا بحال خوتنا وكابرين معاهم كنا ندقوا ندفعوا الباب وندخلوا اللي حاطين ناكلوا معاهم، ولكن هذوك الجيران اللي بعاد اللي ما معانا صيله ما نعرفوهم ما والو، وتقول قلت لك هاك وانت دري صغير وتلقاه شاد الشوكولات ولا شاد الحلوى وتقول لك هاك لا خالتي لا خالتي لا لا، اما باش تعطيه فلوس ما يقبلهاش. ولد الفقراء ناري عايرتي له ما عطيتي لولده فلوس، ما يرضى ما يرضى ما يرضى، ما يقول لك لا عفاك، والدري يرضى لك يقول لك لا عمي هاك هاك، ما يرضاش عزة النفس. ولكن إلا خدمتي وما خلصتيش إيش نقع لك؟ يقولك خدمتيني صبغت لك الحيط نقيت لك درت لك خلصني، وكتلقى الدري صغير 6 سنين 7 سنين كيشعل معك بحال الصاروخ، مالاش عزة نفس. إذا هنا بنتي فاطمة مزوجة ما راضياش بالزواج، قهروك عائلتك باش تزوجتي، وافقتي ولقيتي راسك القضية مخرجاكش، غتعرجي على دراعك
وتمشي تعلمي ديري المسمن والرزيزة وديري الحريرة وديري غاء وتمشي اللي ينضياش المبادرة الوطنية وعطوك نمرة وديري واحد البلاصة هما لليتي هما معيشين عائلات بالببوش في حي في عين ديالها هما هزين عائلات بالببوش هما لليتي في حي محمدي بالمسمن هزين عائلات واحدة أخرى كذلك واحدة أخرى كذلك واحدة أخرى كذلك علاش أنا نبقى نتغبن في المغرب الخير علاش مشي اللي ينضياش بسكوتي ما يعرفك حداش كديري في غدا فلانة وغدا غنشوف الطبيب ندي الدري يشوف راه مريض ومشي للمبادرة الوطنية ومشي للجمعية ويعلموني وبشوية 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 وحنا تنعمرو في راسنا تنعمرو غتلقى راسك على 6 شهور عام تعمرتي تبركي مع الراجل فلان نعم سيدي بغيتك في واحد جوج كلمات الله يرضي عليك ماك والو بس لا سيدي بخير وعلى خير واسيدي هادشي اللي انا معاك راه ما عاجبنيش ها علاش ها علاش بلا غواس بلا والو طب الله يخليك العائلة ما عندهاش دخل في هادشي تغير معايا ولا غادي ندير لازم ولينا في التهديد ولينا في الغوات واسمح لي يا سيدي ما كانش عندي معاك ملي تعمرتي وتي عندك البلاصه ولا عندك كذا ولا عندك كذا ولا والحباب يقفوا معاك في خبارك العزه راه اللي كيطلبها باش تكون مول العزه خصك تطلبها مشي عندها ما كديش عندك طلعي عندها يا فراس الجبل طلعي عندها طلعتش هي وخبارك اللي عنده العزه محبوب واللي ما عندوش العزه بحال جفاف واخا تحن زعما بالحنيه ديالك وبصوتك يحنفك العباد والله يحنفك كيعرفك عافيه ومفضل ديال العباد غادي تدفر من لهي مرحبا الناس حداها ما بتخافش من برد طيب عليها تقلب عليها تخرج تحل لك الباب وتخرجك العافيه شنو دير ليها مرحبا فاصل مستمعينا ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوح. إذا نواصلوا دائما باقي المكالمات من خلال برنامج بكل وضوح. معنا مراد من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا مراد. الله يبارك فيك. شكرا للجوج على حضوركم هذا البرنامج. انا فريمون سوبر بيان. مرحبا مراد. المشكل اللي عندي هو مع لي زيكول تريبي. بحالاش؟ عندي ثلاث وليدات، واحد سي 3 واحد سي 2 والصغيرة في لابتيت سيكسيون. شحال في عمرك سي مراد؟ نعم سيدي. شحال في عمرك؟ أنا ولا 78 ودابا عندي شحال؟ صوت لي سيم كنت نسيتي عمرك سي مراد؟ لا 38 عام. المشكل اللي كان عندي من الأول ما كنتش مقتنع شوية بهاد لي زيكول بريفي بالثمن اللي كياخذوا بزاف فرابور علاش ما كيعطيو هاد البارح كريم مشينا شنو واحد المدرسه قريبه لينا قالوا لي مثلا كنهضروا شويه على التفاصيل ما نهضرناش شويه على القضيه ديال الفلوس قالوا لي خاصك سينيل دي غاند تخي دونتخي هاد اللي شو كان هاد تخي دونتخي بحال شي في بي كلوب ولا شي حاجه زعما كون بيان كتكون زعما لا سيرونس ديال زعما ديال لونفون زعما راه الفار غير باغي يكون ديغام المهم قال لي لا هكا راه غير لي دغوا دونتخي ديال غير لا بخوميي غاني ابخي راه ما غاديش تخلص كاع هادشي غتخلص غير في ديسكريبسيون اللي ديجا هما فيغ لي تعتمد هادشي انا كما قلت لك كان ما راضيش ما عجبنيش الحال بزاف فكرت كاريمو قلت واقع الى جد واحد التنتيج هذه الاستشاره اللي باغي نستشر كلا كنفكر هاد العام هذا ان شاء الله ندخلهم المدرسه ديال المخزن قريبه لينا خد الدار ندير واحد لو كونت هذوك الفلوس باش كيقرا ندير ان كونت المهم انا غادي ندير الماكسيموم نتبعهم كل شيء نشوف المدرسات ندير كل شيء اللي من جهه خصو يدار ودكتور تيبقاو لهم كنا حتى ولادنا كانوا اوموا ديال القرايه بعدا اوموا في الاخر تلقى باش ندير لهم شي ام بي اي ولا حيت دابا تشوف 48 العام الوليد لا من جهه نوصل للباك هما انا بغيت هاد القضيه اللي بغيت ندير خصنا نكون خطا فيها وصافي منتبه من التناقض خصك ترد البال للتناقض مثلا ليش دينا واحد حاليا دابا كاينه واحد الظاهره في البرازيل كاين واحد المنطقه كتستثمر فيها واحد العدد من الميوتي ناسيونال وهزوا ولاد لي تريبي انديان
من الامازون وداوهم لواحد المدن فيهم اشاليم عطاهم برطمان. راك تشوف ما كاينش شي ولد في هاد العائلات اللي ما مرضش. وقناة إشوية ناتور دارت واحد الروبورتاج ومشاو لعندهم واحد البنت ما كتبغيش تنعس في الدار. داك البارتمان اللي عطاوها كتبغيش تنعس فيها. صغيرة يكون عندها واحد 5 سنين. قال ليها الصحفي ديال إشوية ناتور علاش ما كتبغيش تنعس في الدار؟ قالت لهم أنا مولفة نعس في ديك لاكابان ديال العود ونشوف لو غيو داك الواحد النهر لو غيو كنشوفو وتنعوم فيه. قلت لهم دابا ما كان ما كان كان ما كنعرفش انا نشوفها كتسقف فوق مني. هذه صغيره. شتي كل واحد وعنده واحد الحاجه طبع عليها وكبر فيها. الى ولادك من الاول من غرون سيكسيون ولفتيهم واحد النمط ديال يقول لك بابا بغيت الشوكولات لا ولي ما كاش شي شوكولات مره مره شي شوكولات. بابا بغيت نمشي للبارك لا ولي بارك هو تمشي تلعب في الرمل سيجري. شتي الى ولفتي ولدك واحد النمط ديال القصوحيه وديال الفقر وديال ما عادي غادي يقدر يواكب معاك اي اختيار صعب كيطلب تضحيه وكيطلب شويه الصبر. اما لو ولفتي ولدك من عامين 3 سنين بابا بغيت هذه ماما بغيت تجيبها له تشري له البيسات الزوينين تديه للبارك يلعب ولفتيه واحد ولفتيه وشويه كيعرف ان عندك القدره الماليه باش تخلص على واحد النوع من المدرسه وقلتي لا ما نضيعش له فلوسه ونمشي نديرهم في واحد الحساب راه تما يكبر نجمعهم له. هنا غادي تعيشوا تناقض. غادي يظن بانه ما حبيتيش وما بغيتيش وما وفرتيش له الحاجه اللي مريحاه. لان شنو هو رحم الضعف؟ شنو هو هذاك نرحموا الضعف بعضنا البعض؟ هو راه كاين واحد اللي كيقدر على الفقر. كيبقى متوازن فكريا وعاطفيا ونفسيا كيبقى متوازن. والله واحد تفقر 10 تيتسطى يخرج العقل. كاين اللي كيحل الثلاجة كيلقى الكفتة ويلقى ستيك ويلقى الفروماج ويلقى الياورت ويلقى الموناضة ويلقى الديسير وتيقول لمرتو اعطيه ما كاين ما يتكال. اواه كتقول له مرتو لا شكون اللي قال لك انا باغي الكفتة يلاه كيت الكفتة البارح ستيك كليتو البارح الياورت كليتو الله يخليك نوضي جبدي لنا الكرافات وجبدي لنا الكالامار ودير لنا علاش لانه مولف الخير. واحد فقير تيحل الثلاجة كيضربوا الكورون ديالها كاينه قبطه د النعناع فواحد القدس راه عاد ما بارده بيض شويه البيض فوق وبطاطا لتحت والبصله هذا غيكون مرتو واش هذا كيهز بصله مطيشه كيقردهم بحال هكا التدخل السريع وهذاك البيض عارف التدخل السريع هذاك السرعه ديال 90 90 ديال الامريكا كتقطق كيطيب في السماء كاع حنا عندنا المغرب طيبه في السماء كترسي في الهواء كيطيبها وهابطها طاب 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 كتهزو طيب ماشي بحال بحال عطيني عقليه. هنا السي مراد غتشوف مرتك وغتشوف طبعها غدا ملي كتكون حطيتي ولادك في واحد المدرسه خاصه تيكون واحد العدد قليل 15 20 المدرسه العموميه فيها 30 35 كاين مدارس متوسطه بتأثمنه مناسبه. بغيت نولف لولدي العمومي خصني ندربه هذا العام نحطه في مدرسه خاصة حرة متوسطة وكنقوي ليه جهاز المناعة النفسية والفكرية رويدا رويدا بشوية بشوية كيتسمى لو باليي دو ديكونتاسيون. ملي تيكون الغواص في قاع الماء ملي كيفوت 60 متر وما كيجيش ويخرج من قاع الماء 60 متر ويطلع يطير تقولوا الخلايا اللي فيهم ديال الدم الأحمر ويتخنق ويموت تيكون لازوت مجموع في الجسم يوقع له. شنو يديروا السيونتيفيكين يهزوا لواحد الكيسون في واحد المسافه ديال 10 متر في قاع البحر كيطلع من 60 من 30 متر من 40 يعني دوز واحد المده 5 دقائق ولا 10 دقائق ولا وتيبقى في هذاك الكيسون تما حتى كيزول له هذوك الغاز الكربوني اللي مشحول له في الجسم هذوك الغازات ومن بعد عاد كيطلع على السيرفاس. دونك خصني انا ندخل ولدي كذلك تدريجيا للشده. الدري مولف كتقول له بونجور كتقول له صافا كتقول له توي فاتيكي روبوز توا في لا سيست ايوا غنشدو انتقال صيفطو لعند الدراري كيلعبوا بمقلاع كيضربوا بجبات كيطوعوا كره بحفيانين كنعرف الدراري كيضرب الحيط براسو ما كتخصهاش الدري لانه مولف يعني كيطيح الزدو كيرد كيجري كاين دراري
ماشي طاح عاقل حيط كيكسر الدار البيضاء كلها. اذا غنشد انا هذاك اللي كاين اللي كيخلعو سرق الزيت كيدير يشوف سرق الزيت كيحاشا كيدير في حويجو، وكاين دري تبارك الله ولاد الشعب سرق الزيت كيدير رجلو فط طوبة كيدير لها فط كلب مسعور كيدير لها فط ما كيعقل حتى حاجة. علاش انا نشري هذه المناعة؟ ما غنمشي نشد واحد الوليد هذاك ربي بغاه هكاك يكون حنيون حيمته با ودار طيطبه، والاخر ربي بغاه هكاك يكون فيو، وانا غادي نشد انا ذاك الوليد اللي نقول ليه لا عيش بحال هذا ونشد الاخر لا. اذا الذكاء هو كيفاش نروض ولدي تدريجيا ما نديرش تناقض ما نصدموش. اذا هذه من جهه، من جهه اخرى شنو هو المشكل دابا اللي واقع ما بين المواطن والمدرسه الخاصه في المغرب؟ ما كاينش الوسيط القانوني، دار فيك ما بغى. الصيدليه مقننها من ناحيه المسافه ومن ناحيه الثمن اللي بيع الدواء ياك، بلايص اخرين مقننينهم، المدرسه الحره دير اللي بغيتي، دير الثمن اللي بغيتي في لاسيرونس ما كاينش اللي يدوي معاك، دير تيست دادميسيون في الدخول ما كاينش اللي يدوي معاك، دير اللي بغيتي. عليك وهما مسميين شريك للدولة في برنامج التربية. علاش؟ السؤال هو علاش؟ واش كاين واش هما واش هو المدارس الخاصة كاع هذه قوة لوبية لهالدرجة؟ لأن واحد العديد من الوزارة ما عندوش الدراع، ملي كيستلم الوزارة عارف راسو ما عندو حتى حاجة ما يدير كيدير المدرسة. فكي يخلي هذيك المريرة هذيك البحيرة لأن عارف ما عندوش الدراع. أما الوزير الحر هو ملي يخرج الوزارة ما يديرش مدرسة، يدير معمل الحديد، يدير وزير الكترونيك ونصفقوا له. اش كيديروا العقار مدرسة ولا قهوة ولا محلابة ولا حاجة أخرى فيها حاجة أخرى. شكرا كبير لكم مستمعينا لوفائكم البرنامج بكل وضوح لكم، تحية مجدوني على مال الإدريسي اللي رفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة. صريح مباشر ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب. مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين إلى الخميس، انتظرونا مرحبا بكم.